بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي هنتكلم عنه موضوع مهم، موضوع الاي بي سيك. اي بي سيك او الاي بي سيكيورتي، وظيفة الاي بي سيك ان هي بروتوكول شغال في لاير 1 اللي هو مع الارب وشغال مع الماك، صح؟ وظيفة البروتوكول ده ان هو قاعد على كارت النتورك بتاعي يسيكيور الترافيك كله اللي نازل او خارج او داخل للجهاز ده. اي بي سيك وظيفته انه يسيكيور اي ترافيك نازل من عندي خارج بره او جاي لي، بيفك السيكيور. ها تمام كده. الاي بي سيك زي ما اتفقنا مع بعض شغاله في لير 1 في اول لير. فالاي بي سيك زي ما اتفقنا ده بروتوكول شغال في لاير 1، وظيفه البروتوكول ده ان هو يسكيور الترافيك اللي ما بين الجهاز بتاعي وما بين اي جهاز تاني. علشان خاطر حضرتك تينيبل الاي بي سيك على جهاز، ممكن عن طريق حاجتين: عن طريق الكونسول بتاع مايكروسوفت العادي خالص ان انت تشغله على اللوكال كمبيوتر بتاعك، او عن طريق الجروب بوليسي. يبقى عن طريق ايه؟ يا اما الكونسول بتاع مايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت مانجمنت كونسول، يا اما الكونسول، يا اما الجروب بوليسي، يا اما عن طريق الجروب بوليسي. تمام كده. طيب علشان تبدا ان انت تشغل الاي بي سيك، علشان الاي بي سيك تشتغل بتمر باربع مراحل. تمر بكم مرحله؟ اربع مراحل. لازم علشان اشغل الاي بي سيك، سواء بقى شغاله عن طريق الجروب بوليسي سواء هشغلها عن طريق اللوكال كمبيوتر، لازم تمر باربع مراحل. اول حاجه الاي بي سيك بتشتغل على اتنين مود. بتشتغل على ايه؟ اتنين مود، يا اما حاجه اسمها ترانسبورت مود، يا اما حاجه اسمها تانيلينج مود. ترانسبورت مود معناها ان هي تشتغل على بروتوكول معين، هشغلها مثلا على ال HTTP، هشغلها مثلا على ال FTP، هشغلها مثلا على التلنت. ده ترانسبورت مود، يبقى شغلها على بروتوكول معين. كلمة تانيلينج مود معناها ان انا هشغلها على ال VPN. تانيلينج مود يعني معناها شغلها على التانيل اللي نوعها لير 2 تانيل بروتوكول. فانا مع بعض ان لير 2 بتسبورت الاي بي سيك، صح؟ فمعنى كده ان انا شغلها على الحتة اللي اسمها لير 2 تانل بروتوكول. يعني من الاخر لما هاجي اشغل الاي بي سيك في المود بتاعي اللي هي اسمها تانلينج مود، هشغلها على الراس سيرفر. معايا كده؟ لير 2 تانل بروتوكول. مش احنا قلنا عندنا بوينت بوينت تانل بروتوكول، وعندنا الاس اس تانل بروتوكول، ولاير 2 تانل بروتوكول. لاير 2 هو اللي بيسبورت الاي بي سيك. تمام كده. فعلشان ابدا ان انا اعمل لها انيبلد، لازم اختار المود اللي انا هشتغل فيه، يا اما ترانسبورت مود يعني على النتورك بتاعي على كارت النتورك بتاعي، يا اما تانلينج مود يبقى على الفيرتشوال اي بي اللي هاخده على الراس سيرفر. تمام كده. ومر بقى بالمراحل بتاعتي. اول مرحلة علشان خاطر اشغل الاي بي سيك بعمل بوليسي. اول مرحلة بعمل ايه؟ بعمل بوليسي. يا عم اي واحدة، اي واحدة لازم علشان انيبل الاي بي سيك اعمل بوليسي. اول خطوة بعمل ايه؟ بوليسي. تاني خطوة بعمل رول. تالت خطوة بعمل فلتر. رابع خطوة بعمل اكشن. اول خطوة بوليسي، رول، فلتر، اكشن. بوليسي، رول، فلتر، اكشن، عشان ممكن تتسال فيها في انترفيو. كلمة بوليسي يعني بقى انيبلد الاي بي سيك. كلمة رول يعني بقول الاي بي سيك دي هتشتغل على انهي اي بي، سواء هو
تانلينج مود سواء هو ترانسبورت مود. يعني الاول اعمل بوليسي علشان انيبل الاي بي سيك، اخش في الرول يقول لي انت عايز تشتغل تانلينج مود ولا عايز تشتغل ترانسبورت مود. تالت خطوه الفلتر، بحدد له البورتات اللي انا عايز اشتغل عليها بالاي بي سيك. رابع خطوه الاكشن اللي انا هاخده، اللي هو عندي ثلاثة، عندي حاجه اسمها بيرميت، وعندي حاجه اسمها نيجيشيت، وعندي حاجه اسمها بلوك. بيرميت نيجيشيت بلوك. بيرميت ان سواء الجهاز اللي قدامي بيشتغل بالاي بي سيك ما بيشتغلش بالاي بي سيك هكلمه. يعني كده معناها ايه؟ مش مشغل الاي بي سيك. نيجيشيت او النيجيشيشن معناها تفاوض، هتفاوض مع الجهاز اللي قدامي. لو الراجل ده بيفهم اي بي سيك هنعدي، الراجل ده ما بيفهمش اي بي سيك هعدي. يعني لو الراجل ده بيفهم اي بي سيك نتكلم انا وهو بالاي بي سيك، طب ما بيفهمش اي بي سيك خلاص هنعديه برضو. انا بنتفاوض بس، بيجي لي الجهاز عايز يبعت ريكوست، اجي اكلم الجهاز اقول له طب والله حضرتك بتفهم اي بي سيك ولا ما تفهمش اي بي سيك؟ يقول لي انا بفهم اي بي سيك، طب تعالى نتكلم بالاي بي سيك. لا انا ما بفهمهوش، طب خلاص عادي. او ان انا بقى اعمل ايه؟ بلوك. بلوك معناها ان الراجل اللي هيكلمني ده بيفهم الاي بي سيك هنشغله، ما بيفهمش الاي بي سيك خلاص مش هنشغله. يعني لازم الجهاز اللي يجي يكلمني يكلمني عن طريق الاي بي سيك. يبقى بعمل بوليسي، رول، فلتر، اكشن. بوليسي عشان انيبل، رول اقول له انت شغال في ايه، هل انت شغال في بي ان ولا شغال على النتورك اللي هي الترانسبورت ولا التانلينج مود. فلتر علشان خاطر افلتر البورتات، اقول له والله لما يجي يكلمني على بورت كذا يكلمني بالاي بي سيك. اكشن عشان اختار انا هعمل ايه. فيها مشكله؟ سهله. هنبدا ان احنا اللاب بتاعنا هناخد تلات اشكال للاي بي سيك. هنتكلم الاي بي سيك على او اربع اشكال، هنتكلم على الويب سايت، هنتكلم على الاف تي بي، هنتكلم على البنج، هنتكلم على الريموت ديسكتوب. كفايه اي حاجه بقى، التيل نت بلاش ريموت ديسكتوب، تيل نت. اي حاجه ممكن. هنبدا بس نخش هنا في رول. ونقاد بس الاي اي اس علشان خاطر انا على الجهاز ده عايز انزل عليه ويب سايت. سيرفر رول، اقول له انا عايز انزل الاي اي اس. نيكست نيكست. اختار بس من جواها كمان معاه وانا بنزل بالمره الاف تي بي. ماشي، انستول. على بال بقى ما يتعمل انستول. ويب نيجي هنا
نعمل FTP. حلو كده. ممكن نيجي على الدي ان اس على بال برضو ما يخلص ونعمل له زون مختلفة، صح كده؟ نيجي على الدي ان اس هنا كده ونقول له انا عايز اكريت لك نيو زون نسميها مثلا ccg.com. نيجي هنا جواها ونقول له عايزين نعمل لك الياس نيم سميه اف تي بي، عايزين نعمل لك الياس نيم سميه دبليو 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 الموس راح فيه. تمام كده. شوف بقى ده اتعمل له انستول، خلاص ده نزل. نقفل بقى هنا كده ونخش نظبط الويب سايت. هنيجي بس نقول له ايه، عايزين نعمل لك نيو اف تي بي سايت. اف تي بي طبعا بيبقى على بورت كام؟ 21. اديله الباص بتاعه. هنيجي هنا ونعمل برضو ايه؟ ويب سايت. ادي الكلاينت دلوقتي هو قاعد هنا. لو حب بقى ان هو يكونكت سواء بقى على الاف تي بي سواء بقى على الاتش تي تي بي هيكونكت عادي، صح؟ يعني لو قلنا له ايه www.ccg.com عمل كونكت على الويب سايت. ولو احنا جينا دلوقتي وقلنا له ftb://ftb.ccg.com اف تي بي مش شغال ليه؟
نشوف المشكلة دي بعدين. هتيجي بقى تشغل ال اي بي سيك. علشان تيجي تشغل الاي بي سيك اتفقنا مع بعض ان انت ممكن تشغلها عن طريق جروب بوليسي وممكن تشغلها عن طريق اللوكال ماشين، وانا بفضل ان انت تشغلها عن طريق اللوكال ماشين. احنا هنشوف الطريقتين خلاص. هنبدا نشغلها عن طريق اللوكال ماشين بتاعتي. انا اعتبر ان ده سيرفر، هنقول له ام ام سي مايكروسوفت مانجمنت كونسول، هتقول له فايل اد اند ريموف سناب ان، هتلاقي عندك حاجه اسمها اي بي سيك من اي بي سيكيورتي بوليسي مانجمنت، اي بي سيكيورتي بوليسي مانجمنت، هتلاقي محمد، هتقول له اد. هيبدا ان هو يقول لك انت عايز تشغله عن طريق اللوكال كمبيوتر ولا عايز تشغله على الاكتف دايركتوري. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولا عايز تشغله على الاكتف دايركتوري دومين كنترولر which this computer is member، يعني عايز تشغله على الاكتف دايركتوري بتاعك ولا على انذر اكتف دايركتوري ولا على انذر كمبيوتر، فتبراوز وتجيب له كمبيوترات. انا عايز اشغله على اللوكال كمبيوتر. فينيش. اوكي. هتبص ليه فتح لك الويزرد بتاع الاي بي سيك وبيقول لك اي بي سيكيورتي بوليسي اون لوكال كمبيوتر. اتفقنا مع بعض الاي بي سيك بيمر باربع مراحل صح؟ بوليسي رول فلتر اكشن، صح كده؟ هاجي اقف هنا كده واقول له انا عايز اكريت اي بي سيك بوليسي. حلو كده؟ يبقى كده اول حاجه بعمل ايه؟ بعمل بوليسي، ها؟ سميها مثلا نيو اي بي سيكيورتي بوليسي، مفيش مشكله. نيكست. ها هيقول لك انت عايز تاكتيفيت الديفولت ريسبونس رول. يعني ايه بقى تاكتيفيت الديفولت ريسبونس رول؟ الاي بي سيك اصلا باي ديفولت فيه بوليسي معموله، بتبقى على الاي بي سيك رول معموله. الرول دي بتقول ايه؟ بتقول اي حد يكلم الجهاز ده يكلمه بالاي بي سيك، بس البوليسي دي باي ديفولت مش متاكتفه. فانا ممكن اقول له خلاص اكتفها لي وخلاص، بس انا مش عايز كده، انا عايز انا اعمل الرول بنفسي صح. فانا هبدا ان انا اقول له نيكست، ها فينش. عارف كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت البوليسي. بعد كده دخلني على ايه؟ الرولز. اهي البوليسي نزلت اهي. هبدا بقى اعمل الرول. خلي بالك هو في باي ديفولت برضو رول موجوده ممكن ايديت فيها وابدا ان انا ايه اظبطها خلاص، بس انا برضو مش هايديت في دي، انا عايز اد له رول جديده، رول بقى انا اعملها. فابدا اقول له انا عايز اد لك رول نيكست. الرول بقى دي احنا اتفقنا مع بعض بوليسي عشان تانيبل، رول علشان تشوف انت هتشتغل في الترانسبورت مود ولا في التانلينج مود صح. فانا دلوقتي اهو بيخيرني بيقول لي ايه؟ this rule don't specify a tunnel ولا the tunnel end point are specify. ها يبقى لو انا قلت له the tunnel end point are specified by the following IP address يبقى انا بحطه له وبديله الاي بي بتاع الراس، علشان خاطر لما يجي حد يكلمه عن طريق ايه؟ الاي بي سيك. طبعا ما احنا قلنا الرول بتحدد فيها بوليسي انيبل رول تحدد اذا كنت شغال في الحته اللي اسمها ترانسبورت مود يعني معناها ان انا شغال على كارت النتورك، او تانلنج مود يعني معناها ان انا هشغلها على الراس على الفي بي ان. بعد كده قلنا بعد الرول بيبقى فيه ايه؟ فلتر بحدد فيه البورتات صح؟ فاهم؟ خلاص انا اقول له this rule don't specify tunnel، مش شغال على التانل. نيكست. ها
طب حضرتك عايز تشغل على ايه بقى؟ All network connections، اي حاجة على كارت النتورك دي، عندك اكتر من كارت نتورك على الجهاز ده شغال عليه، ولا حضرتك عايز تشغل على الريموت اكسس بيعيد عليك وبيأكد عليك تاني، فاهم؟ اه طبعا، او اللوكال اريا كونكشن، انا ممكن اقول له اول نتورك شغال على كل حاجة يا عم. ماشي، ما هو بيسألك هنا بيأكد عليك تاني. حلو كده، نيكست. هيبدأ يقول لك بقى ايه؟ فلتر. يبقى كده انا خلصت الرول، دخلت في مرحلة الفلتر، هبدأ ان انا ادله فلتر. فلتر ده هنسميه HTTP، مش انا عايز افلتر الويب سايت صح، هنسميه HTTP وقول له انا عايز اد نيكست. هتدي له ديسكريبشن ولا مش هتدي له ديسكريبشن؟ عارف يعني ايه كلمه ديسكريبشن؟ ديسكريبشن ذيس فور ويب سايت، اي حاجه من دي. لو علمت على التشيك بوكس ده اللي هو الميرورد الماتش باكيت، معنى كده ان انت بتقول له ايه؟ معنى كده ان انت بتقول له لما حد يجي يكلمني على الاي بي سيك الباكج، كلمه بالاي بي سيك سواء انا كنت السورس او سواء انا كنت الديستنيشن. يعني سواء انا بكلم حد او سواء حد بيكلمني لازم اشغل الاي بي سيك. فكده انا بعمل البوليسي خطوه في خطوتين. معنى كده ان انا ممكن اشغله لما انا اكلم حد، او لو هو شغله بس لما حد يكلمني بس. بس كده، فاهم قصدي؟ فاحنا هنشغلها رايحه جايه. هتشتغل بقى لما تيجي تقول له بقى نيكست، انت بتحدد له بقى بص بقى بيقول لك السورس ادرس مين. لو السورس ادرس اني اي بي ادرس او ماي اي بي ادرس او سبيسيفايد دي ان اس او دي ان اس سيرفر او وينز سيرفر او دي اتش سي بي سيرفر. خلي بالك انت ممكن تشغل الاي بي سيك على الدي اتش سي بي، اللي يجي يكلمه يعمل ما بيني وما بينه نيجيشيشن، لازم عشان تكلم دي اتش سي بي عندي تكلمه بالاي بي سيك. بس ما فيش حد بيعملها كده، هو كل اللي بيتعمل بتتعمل على اف تي بي، بتتعمل على ويب سايت، حاجه انت خايف الناس تكلمها او الناس توزنتكيت عليها وتخش عليها، فبتديها مور سكيورتي اكتر. فانا اقول له هنا لو كان السورس اي بي ماي اي بي نيكست، رايح للديستنيشن اي بي اني اي بي، يعني لو حد شغاله، لو حد قصدنا انا رايح للديستنيشن اي اي بي نيكست، ها على اي بروتوكول؟ كل ده بنفلتر، لا على البروتوكول اللي اسمه مثلا تي سي بي نيكست. هو جاي لي فروم اي بورت؟ رايح للبورت 80. هو جاي لي من اي بورت؟ من 0 لغايه 6065535 صح؟ رايح للبورت بتاعي اللي هو 80. ماليش دعوه بيه بالاي بي سيك، معرفوش. نيكست فينش. كده انا عملت ايه؟ فلتر. نايس، بعد الفلتر اعمل ايه بقى؟ اكشن. ابدا اعلم بقى على دي عشان تشتغل، ها؟ وابدا ان انا اخش بقى في الايه؟ في الاكشن. نيو فلتر اكشن. مين؟ ها؟ هتعمل ايه بقى؟ بيرميت ولا بلوك ولا نيجيشيت؟ اقول له بيرميت، اول اختيار. فينش. نيكست. بقت اهي شغاله. حلو كده؟ وابدا ان انا اقول له اوكي. علشان البوليسي تفعلها تقول له انساين وساين وانساين كده، علشان البوليسي تتفعل زي ريفريش يعني. ايه؟ ساين وانساين. لما اجي انا بقى دلوقتي كده اكلمه، ايه اللي حصل؟ كلمته ليه؟ عشان انا قايله بيرميت. هو بيرميت دي معناها ايه؟ الراجل ده بيفهم اي بي سيك، ما بيفهمش عادي. طيب
تعالى كده نيجي فلتر اكشن ونقول له ايديت، ها، وبدل بيرميت قول له بلوك. فمعنى كلمه بلوك ايه؟ معنى كلمه بلوك ما تعدهوش. ابلاي اوكي. يجي الراجل بقى ده كده يقفل، يجي يفتح. ايه يا عم؟ ما عملناش ساين بس وان ساين. لا هو بص، وانا اقول لك على حاجه، هو بس بلوك عشان مش مشغل فيها اي حاجه، فهو مش عارف يكلمه. انت ممكن تقول له نيجيشيشن، ومن ضمن النيجيشيشن نخليها بلوك. يعني هنقول له نيجيشيشن ومن ضمن النيجيشيشن نخليها بلوك. ازاي بقى؟ بص، لو انت قلت له نيجيشيت سكيور هتقول له ايه؟ بص، اكسبت الانسكيور كوميونيكيشنز بات اولويز ريسبونز الاي بي سيك. يعني معناها ايه؟ يعني انت هتاكسبت كل الانسكيورد، بس لازم لما يجي يكلمك بالاي بي سيك. انما لو علمت على اللي تحت منها، لما تيجي تقول له ايه؟ الاو الفيدباك تو انسكيور كوميونيكيشنز، عديه. اف اسكيور كونكشنز، طب اف اسكيور كونكشنز كانوت بي استابليشد، يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان انت هتاكسبت لو حتى لو ما عندوش اي بي سيك هعديه برضه. فتعالى كده نقول له ايه؟ اكسبت الانسكيور كوميونيكيشنز بات اولويز ريسبونز يوزنج الاي بي سيك. ايه؟ التشيك بوكس الاولاني بتقول له ايه؟ اكسبت الانسكيور كوميونيكيشنز بات اولويز ريسبونز يوزنج. انا هستخدم الاي بي سيك. لو الراجل بيكلمني بالاي بي سيك هكلمه، ما بيكلمنيش خلاص. اولويز ريسبونز يوزنج الاي بي سيك، يعني على طول لازم تتكلم بالاي بي سيك. انا ما هو انا الاي بي سيك ده، ما انت ما جيتش، الاي بي سيك ده قاعد على كارت النتورك، ده شغال في لاير 1. فاي واحد بيكلمني او اي واحد او اي حاجه نازله مني لازم استخدم الاي بي سيك على بورت 80 خلاص. تمام. لا مش هت... لا لازم أك... ما ايوه ما انا هستقبله، بس بعد كده لازم يكون الراجل ده شغال بالاي بي سيك عشان اكلمه. يعني انا بص، لو قلت له ابلاي دلوقتي، انت بس ما عملناش اد صح، لسه ما عملناش اد لدرجه الانكريبشن. درجه بقى الانكريبشن بتاعتي، كل درجه من دي، يعني بص الداتا والبي انكريبتد ماشي، ها، وهتعمل ايه؟ هتفيرفاي، هتعمل اوثنتيكيشن للراجل ده، فاهم؟ هنا مثلا لما تختار مثلا الداتا هكون فيرفايد داتا وهتعمل اوثنتيكيشن بات ويل نوت بي انكريبتد، يعني الداتا مش هتكون انكريبتد، فاهم؟ في كاستم، هنا لما تيجي هنا في كاستم سيتنج، دي كلها درجات من درجات الانكريبشن. دي كل واحده من دي بتعمل درجه معينه في انكريبتد داتا، فاهم؟ اقواها طبعا ال 3 دي اي اس. انت بتختار، بتقول له الداتا بتاعتك هتبقى انكريبتد ولا الداتا بتاعتك مش هتكون انكريبتد. ما هو انتجريت اند انكريبتد، يعني معناها ان الراجل ده لما يجي يكلمني هيكلمني عن طريق ان هو يعمل معايا اوثنتيكيت، فاهم، وانكريبتد داتا، فاهم؟ انكريبت اونلي هيعمل اوثنتيكيشن بات ويل نوت بي انكريبتد، الداتا مش هتكون انكريبتد، فاهم؟ فتعالى احنا نقول له ايه؟ لا، لازم لما يجي يكلمني انكريبت. كاستم بتحدد درجه الانكريبشن.
فاهم؟ انا اقول له لما تيجي كلمني كلمني والداتا بتاعتي تكون ايه؟ انكريبت. اقول له بقى ابلاي اوكي. المفترض بقى دلوقتي اليوزر ما يعرفش يفتح الويب سايت، صح؟ تعال نقول له انساين ساين. يبقى احنا في حاجه، يا اما هو مكيش يا اما احنا عاملين حاجه. لا لا لا، ما هو باي ديفولت مش شغال عليه. طيب تعالى بقى، يبقى احنا كده ايه، نعيد الفلتر بتاعنا. from اي بورت رايح لبورت 80. طب ما هي صح كده. ثواني كده، قول له الاي سي ام بي. اي سي ام بي اللي هو البروتوكول بتاع البنج. انترنت كونكشن مش عارف ايه كده. تعالى كده، بنج 192 168 واحد 200. طب ما هي شغالة اهي كده، شغالة. بص انت دلوقتي لو قلت له انساين، شايف؟ كده هي شغال. بي سي بي سيلكت بورت فروم اني بورت رايح لبورت 80. صح كده؟ فلتر اكشن تمام. قول له بقى ساين وانساين ساين. المفترض دلوقتي يفضل يبنج، صح؟ بس المفترض بقى لما اجي افتح الويب سايت ما يتفتحش. فتح برضو الويب سايت ايه؟ تقول ايه؟ طيب بص انت تقول له ايه؟ هنا في البورت، هو انت تقول له على التي سي بي، ها؟ هتقول له فروم البورت 80 جاي لي على البورت اني بورت تو اني بورت، فاهم؟ بس هي صراحة ان هي كده معكوسة، هي كده معكوسة، فاهم؟ يعني هي كده معكوسة. والمفترض الصح بتاعها ان هي تبقى ايه؟ from any port to البورت بتاعي، بس هي اشتغلت لما عملناها كده. فاحنا ممكن علشان خاطر ما ايه تبقى مش معكوسة كده، انت ممكن تيجي هنا كده في الاي بي ادرس تقول له لو كان السورس ادرس اني ادرس رايح للديستنيشن ادرس ماي ادرس، فاهم؟ فانت بقى كده تقوم قايل له ايه؟ فروم اني بورت تو بورت 80. فلما تيجي تقول له بقى ابلاي اوكي وتقول له ان اساين
ساين يس. لما تيجي بقى تفتحها المفترض ان هو ايه؟ ما يفتحش الويب سايت بتاعك. ما يفتحش الويب سايت بتاعك ليه؟ لانك انت هنا في الاكشن بتاعك انت قايل له هنيجيشيت، بس لازم اليوزر ده يكون فاهم الاي بي سيك. انما لو قلت له بقى ان الراجل ده لازم يكون فاهم الاي بي سيك، بس برضو في ناس بتصوت، بس برضو لو الراجل ده مش فاهم الاي بي سيك استبلش الكونكشن عديه. فلو قلت له ابلاي اوكي وكلوز وابلاي اوكي وقلت له ان اساين وساين وجيت هنا كده عملت ريفرش للصفحه، هبص لاقيه ايه؟ فتحها لك. يبقى انت بتقول له لو كان الراجل فاهم اي بي سيك افتح لي، لو ما كانش فاهم الاي بي سيك خلاص ما تفتحليش. بس كده الراجل ده بيبنج. يعني بص انا دلوقتي لو جيت دلوقتي هنا كده وجيت في الفلتر وقلت له انت لازم الراجل اللي يكلمك يكلمك عن طريق الاي بي سيك، وقلت له ابلاي اوكي كلوز ابلاي اوكي، وقلت له ان اساين وساين، الراجل ده هيفضل يبنج بس مش هيعرف يفتح الويب سايت. نقفل ده كده وافتحه تاني. ليه بقى؟ لان انا عملت فلتر عن طريق الاي بي، عملت فلتر عن طريق الاي بي بتاعي ان انا لما اجي فلتر لما يجي لي على بورت 80 ما اتكلموش، جالك باي حاجه تانية اكلمه. طب لو انا عكستها، لو انا جيت هنا كده وقلت له لا ده عن طريق البروتوكول اللي اسمه الاي سي ام بي، قلت له ابلاي كلوز ابلاي اوكي ايه؟ لا لا بص هبص لايه دلوقتي بيديك ايه؟ ريكويست تايم اوت. لما تيجي بقى ترفرش الويب سايت هيفتح الويب سايت معاك. شايف كده معايا؟ فهي القصه كلها قصه بورتات. طب تعالى كده نفتح الريموت ديسك توب، نقلاه الريموت ديسك توب على الجهاز ده. قدر يوصل له ولا لا؟ كده وصل له صح؟ قلت له اوكي كده هيوصل له. لان الريموت ديسك توب ملهاش علاقه، هو الراجل دلوقتي ما بيعرفش يبنج بس يعرف يفتح الويب سايت ويعرف يعمل ريموت ديسك توب. مش عايز اديله يوزر هو كده عارف يوصل لها. يعني انتوا عارفين ان كده عارف يوصل لها، بس انا لو اديته الباسورد بتاعت الادمنستريتور او مدخلني على طول جوه على الريموت ديسك توب مضطر نعمل لوج اوف فيقفل لي الصفحه. طيب لو جينا بقى شغلنا الاي بي سيك على الحته بتاعت الريموت ديسك توب ازاي؟ عن طريق برضو البروتوكول، ان انت تيجي هنا وتقول له تي سي بي وتقول له لو جاي لي فروم اني اي بي رايح لبورت 3389، مش ده البورت بتاع الريموت ديسك توب؟ قلت له ابلاي اوكي كلوز ابلاي اوكي ساين وان ساين. لو جيت دلوقتي كده عملت ريموت ديسك توب، خلي بالك هو هيرجع يبنج. شويه كده والحته بتاعت اليوزر نيم مش هيعرف. عارف هو بيغيب ليه؟ هو مش لاقي حاجه منعاه، هو مش لاقي حاجه منعاه. يعني بص يعني هو رايح يعمل ريموت ديسك توب هي انيبلد عليه، بس الاي بي سيك منعه ان هو يطلع فوق. هي اللايرز ماشيه ازاي؟ المفترض ان انا هرمي الماك ادرس بتاعي، الار هيعمل ريكوست برودكاست،
هيروح يكلم الراجل ده على البورت الفلاني، انا بطلع باي بورت ورايح اكلمه على البورت الفلاني. اوصل عند لاير 1 اللي هي الاي بي سيك، انا عايز اكلم الابلكيشن فوق، الاي بي سيك ما يرضاش اصلا يعديني. تفهم قصدي؟ هي دي المشكله، ان الاي بي سيك مش راضي يعديني. هتفهمها بقى اكتر في المثال ده. تعالى بقى نعمل تلنت. تعالى نعمل ايه تلنت؟ طبعا قلنا باي ديفولت التلنت ما بتبقاش متسطبه او ما بتبقاش نازله على على الجهاز بتاعي، صح؟ فلازم ان انا اعمل لها انستول. تخش في سيرفر مانجر قبل بقى ما يفتح، نيجي برده عند الكلاينت كنترول بانل، فين بروجرامز اند فيتشرز، بروجرامز اند فيتشرز، تيرن ويندوز فيتشرز اون اور اوف. هنا هنيجي في فيتشرز، نقول له احنا عايزين لك نعد لك فيتشر، فيتشر بتاعتنا اسمها تلنت كلاينت وتلنت سيرفر، وتقول له نيكست انستول. وهتيجي عند الكلاينت وتقول له انا عايز اشغل ايه، تلنت كلاينت وسيرفر، صح كده؟ وتعمل لها انستول. وتعالوا بقى نشوف التلنت، هتفهمها قوي في التلنت. هو الاي بي سيك اصلا بروتوكول قاعد على كارت النتورك، ما بيعملش اي حاجه، ولا ليه دعوه بالاوزنتيكيشن، ولا ليه دعوه بالداتا، ولا ليه دعوه باي حاجه. هو كل اللي بيعمله بيعمل نيجوشيشن. الراجل ده يتفاوض معانا، الراجل انت بتفهم اي بي سيك هنعديك، ما بتفهمش اي بي سيك مش هنعديك. ده وظيفته، ملوش وظيفه تانية. وبينكريبت الداتا طبعا. في الترانسبورت، في الترانسبورت، صح كده؟ ما هي الفكره كلها ان هو لما بتيجي انت تطلع وتيجي تكلمه، بيبدا ان هو يجي يكلمك عن طريق الاي بي سيك، والاي بي سيك قاعده في بورت كام؟ على في لاير 1، فاهم؟ لما بيجي الكلاينت يكلم السيرفر بتاعه، بيكلمه بيرمي له ست حاجات: سورس اي بي وديستنيشن اي بي، سورس ماك وديستنيشن ماك، سورس بورت وديستنيشن بورت. برمي له الست حاجات في السلك. بتيجي توصل لاول لاير، اول لاير بتوقفه طالما هو اي بي سيك، طالما الاي بي سيك انيبلد عليه بتوقفه، والاي بي سيك نيابه عنده يبدا ان هو يطلع للابلكيشن يسالها. ما يطلعوش، هو موقفه. هو الاي بي سيك موقفه. بص انا دلوقتي هفهمها لك دلوقتي، بص مش تعرف ان هو موقفه. بص انا دلوقتي هاجي كده عند الكلاينت، خلينا دي عاملينها زي ما هي، وهاجي هنا واقول له ايه تلنت 192 168 واحد 200. فيما يمنع ان انا اعمل تلنت على السيرفر؟ تعالى نخش كده في سيرفيسز، السيرفيسز نفسها احنا عملنا لها انستول بس ما عملنا لهاش ريستارت. وهنا على على ال7 محتاجين برضو نعمل لها ايه، تلنت. هي التلنت كده او كده بتبقى ديسيبلد.
دخل اهو. بس هو لسه ما دخلش اصلا، وبعدين انا عامل اوزنتيكيشن بالادمنستريتور. يس ما انا عامل اوزنتيكيشن بنفس الادمنستريتور، فمش هيطلب منك يوزر نيم وباسورد. تمام كده. اقدر بص ان انا اخش كده اجي مثلا هنا يا عم هقول له داير، شايف كل حاجه اهو، وبكتب صح ولا غلط؟ عمال اكتب اهو. يعني معنى كده ان انا الداتا بتاعتي واصله للراجل ده، صح ولا غلط؟ طيب تعالى كده نيجي نقول له اكزت، خلاص كده خرجنا بره التيل نت. حلو كده. وتعالى انيبلد التيل نت على الاي بي سيك، يعني هنيجي هنا كده على الاي بي سيك ونيجي هنا كده نوف ونقول له لما يجي يكلمك على بورت 23، مش بورت 23 هو بتاع الاي بي سيك بتاع التيل نت، لا التيل نت زي الريموت ديسك توب كده بس بتعملها بالكوماند لاين. لا ما التيرمينال سيرفيس دي من ايام التيل نت، من احدى الحاجات بتاعت التيل نت، بس التيرمينال سيرفيس كلها ابلكيشنز، التيل نت كوماند لاين بس. فاهم ايه اللي حصل؟ مرضاش صح؟ مرضاش ليه؟ لان انا بكلمك بالاي بي سيك، هتكلمني بالاي بي سيك هكلمك، مش هتكلمني مش هكلمك صح؟ طيب تخيل احنا جينا هنا كده ورحنا عاملين انساين ورحنا قايلين له تيل نت، ايه اللي هيحصل؟ هيدخلك صح؟ يس دخلني صح؟ هاجي بقى او عامل انيبلد للاي بي سيك. بص انا دلوقتي عمال اكتب ال، شايف حرف ال ال عمال ادوس عليه اهو، هل قدر حاجه توصل؟ هو انا فاتح كونكشن مع السيرفر، وانا فاتح كونكشن مع السيرفر، بس لما الداتا بتوصل عند الراجل اللي هناك بيجي يطلع للابلكيشن يقول له لا احنا لازم نتكلم بالاي بي سيك، فالاي بي سيك مانعني تحت. بص بمجرد ان انا الاي بي سيك هو اللي بيكلم الابلكيشن عشان خاطر يشوفه هنطلعه ولا ما نطلعهوش. لما بص بقى اقول له انساين دلوقتي، بص كونكشن لوست، كنت عايز اوريها لك. بتقول ايه يا باشا؟ اي بي سيك لما بتيجي دلوقتي انا بكلمه على بورت معين صح؟ الاي بي سيك تعرف ازاي البورت هو مقفول ولا مفتوح؟ موجود عندها. اللي هو البورت الفلتريشن بتاعها صح؟ يعني معنى كده ان الاي بي سيك بتكلم الابلكيشن، بتبقى فاهمه الابلكيشن لاير عشان عارفه يعني البورتات بتاعت الابلكيشن. بص انا عمال اكتب تي دلوقتي، بص التي دي اهو واقفه. هاجي هنا بقى بص اول ما اقول له انساين واجي اكتب له تي واحده، بص ايه اللي حصل؟ ليه بقى حصل ده؟ حصل ده لان انا لما عملت تيل نت اول مره خلاص عداني، مفيش اصلا اي بي سيك. دلوقتي لما جيت ان انا ابدا ان انا اكتب بقى حاجه تاني او داتا ومتشغل عليها الاي بي سيك، الاي بي سيك قفل المحبس اللي على كارت النتورك، فقفلته للمحبس دي مش قادر يخليني اكلم الراجل اللي هناك. لا هو الداتا دلوقتي خرجت من عندي خلاص وموجوده في السلك، بس واقفه عند كارت النتورك بتاع الراجل ده، بمجرد ان هو فتح له راح ده طالع، الداتا ما بترجعش عندي. وصلت لك؟ وصلت تمام كده؟ طيب خلاص بقى كونكشن لوست، الداتا بقى بتروح بيحصل لها فيلد بقى.
لو جيت هنا دلوقتي كده وقفت هنا عند الفلتر بتاعك والفلتر اكشن، احنا اتفقنا مع بعض ان الفلتر اكشن يا اما هتقول له بيرميت يا اما بلوك يا اما ايه نيجيشيت، وتختار درجه الانكريبشن صح. لو جيت فوق هنا كده هتلاقي عندك حاجه اسمها اوزنتيكيشن ميثود. الاوزنتيكيشن ميثود هو بيقول لك انت بتستخدم ايه بالظبط. انت بتستخدم الاكتيف دايركتوري كيربروس فيرجن 5، يعني الراجل اللي جاي لي ده فاهم يعني ايه دومين كنترولر وفاهم يعني ايه اكتيف دايركتوري، ولا هتستخدم سيرتيفيكت. كلمه سيرتيفيكت يعني شهاده. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الانكريبشن كومبريشن والانكريبشن؟ الله يفتح عليك اهو. فانت لو هتبراوز هيجيب لك شويه سيرتيفيكت تبع مايكروسوفت موجودين اهو. ممكن تقول له انا بختار السيرتيفيكت دي، ممكن تقول له انا بختار السيرتيفيكت الفلانيه ايه اي واحد، ولازم الراجل اللي هناك يكون بيكلمني بالسيرتيفيكت. او تيجي تقول له انا هستخدم بيرشيرد كي سكيورد، يعني كلمه سر شفره لازم تبقى موجوده عند الكلاينت، ودي اقلهم سكيورتي عشان دي ممكن اي واحد يعرفها. لسه هناخد، احنا لسه واحنا لسه خدنا ازاي بقى انيبلد الاي بي سيك على الكلاينت. ها ففهمت نوع الاوزنتيكيشن ميثود؟ ها معايا كده؟ طيب خلينا احنا شغالين كيربروس. طبعا في سيتنج هنا تانلينج، انت بتختار تانل ولا بتختار دونت سبيسيفاي تانل؟ ها الكونديشنز الكونكشنز تايب هي اول نتورك ولا الراس؟ الفلتر فهمناها صح. طيب تعالى بقى نيجي هنا كده وانيبلد الاي بي سيك على الراجل ده. فيها مشكله؟ يعني احنا دلوقتي عاملين انيبلد الاي بي سيك على ايه؟ مش على التانل، على على على, على التلنت صح. قفل بقى دي كده وتعالى كده نحاول نتلنت. مفيش، مش هيعرف. طب تعالى بقى نخلي الكلاينت يكلم الراجل اللي هناك عن طريق ان هو بيفهم الاي بي سيك، يعني نخلي الكلاينت كمان يفهم اي بي سيك. ازاي؟ هتيجي هنا كده وتكتب له الام ام سي، طبعا اهي كونكشن خلاص. هتيجي هنا كده تقول له ادند ريموف سناب ان اي بي سيك مانجمنت، عايز تشغل على ايه؟ على اللوكال كمبيوتر برضو. فينيش. هنيجي هنا ونقول له انا عايز اكريت لك اي بي سيك رول. ها هتسميها مثلا ايه؟ تسميها ماي اي بي سيك بوليسي نيكست. ها هتاكتيفيت الديفولت. ممكن بقى هنا تاكتيفيت الديفولت، مش هتفرق بقى معايا، ما خلاص اكتيفيت الديفولت بحيث ان لما اكلم اي واحد هناك اكلمه بالاي بي سيك. فاهم؟ يعني في الحاله دي هنا انا ممكن اكتيفيت الديفولت عشان انا عايز اكلم الويب سايت او عايز اعمل تلنت. فالديفولت هتبقى الديفولت ايه بتاعتها؟ ان لما حد يجي لك عايز يتكلم بالاي بي سيك كلمه، ما حدش عايز يجي لك يكلمك بالاي بي سيك ما تكلمه، كلمه عادي برميت. لا اللي هو نيجيشيت بيرميت دي معرفش مايكروسوفت حطها. بيرميت دي كاني مفيش اي بي سيك خالص. بس احنا هنعملها رول عشان نشوف الرولز برضو. هنقول له فينش. هنبدا ان احنا نقول له احنا عايزين نقاد لك ايه؟ رول جديده. اد. ها سبيسيفاي تانل ولا دونت سبيسيفاي تانل؟ دونت سبيسيفاي تانل. نيكست. اول نتورك. نيكست. ها فلتر. هنقاد له فلتر. اد. نيكست. تدي له ديسكريبشن براحتك. لو كان السورس اي بي، ها ماي اي بي رايح لاني اي بي بالبروتوكول اللي اسمه تي سي بي، انا طالع فروم ايه؟ اي بورت رايح لمين؟ 23 فينش.
الاكشن بقى، الاكشن يبقى ايه؟ بيرميت ولا بلوك ولا نيجيشيت؟ نيجيشيت. نيكست. يعني دونت الاو الانسكيور كوميونيكيشنز ولا هتالاو الانسكيور كوميونيكيشنز؟ اللي هي دونت الاو الانسكيور كوميونيكيشنز اللي هي بتوازي هنا، مش بلوك، اللي هي بتوازي هنا في الاكشن، اللي هي accept the unsecure communication but always respond using the IPsec. فاهم؟ اهو بيقولك don't allow the unsecure communication، يعني الراجل بيكلمك بال IPsec هتكلمه، مش بيكلمك ما تكلمهوش. لا ده انت هت allow the unsecure communication if the source connection cannot be established. يعني لو هو ما عندوش unsecured خلاص كلمه مفيش مشكلة. فاحنا هنختار ده عشان لما يجي حد يبنج علينا ولا بتاع ما يلاقيش الجهاز واقع. فاهم؟ نيكست. ها طب نوع الانكريبشن بتاعك ايه؟ برضو نفس القصه، انتجريت انكريبشن ولا كاستم، وتبقى انت زي ما انت ما مختار هناك تختار هنا في درجات الانكريبشن. احنا مختارينها ايه؟ انتجريت وانكريبت الكونكشن، صح؟ نيكست فينيش. ايه يا باشا؟ ايه؟ بلوك هيقفلها. طب انت بتستخدم ايه بقى؟ كيربروس ولا سيرتيفيكت ولا برشيرد كي؟ كيربروس. فينش كده اشتغلت اهي. تقول له ابلاي اوكي وتقول له ساين. وتعالى بقى كده نقول له ايه؟ احنا عايزين نخش عن طريق التلنت. ايه اللي حصل؟ وصل، صح؟ خلي بالك بقى في بعض الاحيان ممكن ما تشتغلش معاك عند الكلاينت، يعني هو يس وكده شغاله، صح؟ فهتيجي هنا بس هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها اي بي سيك بوليسي ايجنت في السيرفيسز. حد يشوف كده معايا؟ اي بي سيك بوليسي ايجنت. تيجي بس هنا كده وتعمل لها ريستارت، يعني لو ما اشتغلتش معاك تعمل لها بس ريستارت على اساس ترفرشها. يعني بوليسي ايجنت عشان لما تيجي تتكلم مع الراجل الايجنت. بص بقى دلوقتي انا قدرت اوصل للكلاينت ولا لا؟ طيب تعالى كده اقفل الاي بي سيك. هتقدر تعمل عليه تلنت؟ تقدر؟ استحالة، ما هو الراجل اللي هناك ما بيستقبلش غير الاي بي سيك بس، فمش هيعرف اهو. انما لما تنيبل الاي بي سيك هنا كده على طول عفريت وصل له ولا لا؟ لانه راح كلمه. انت بتفهم اي بي سيك؟ انا بفهم الاي بي سيك. طب انا ما بفهمش غير الاي بي سيك، نتكلم مع بعض. فراح مكلمه. طب تعالى بقى كده ادينا دخلنا اهو، صح؟ قول له بقى اكزت وتعالى نغير نوع الاوزنتيكيشن. نخلي الراجل ده في الاوزنتيكيشن ميثود بدل ما هو كيربروس هنخليها برشيرد كي، كلمه محمود. حلو كده؟ ونيجي نقول له هنا كده ابلاي اوكي، ابلاي اوكي، وقول له انساين وساين. وتعالى كده نحاول نكلمه بس اعمل انيبولد لدي، معمول لها انيبولد. طيب كويس. تعالى بقى كده هيعرف يخش ليه؟ لان ده هيجي يكلمه عن طريق كيربروس، التاني بيكلمه ببرشيرد كي، فمش عارف يوصله. طب تعالى كده بقى نغير، نيجي عند الكلاينت هو كمان، ونيجي في الاوزنتيكيشن ميثود، وبدل ما نقول له هي بالكيربروس هنقول له بمحمود.
مش دي نفس الباسورد اللي هناك؟ بس تعالى بس ايه نتاكد ان هو فيه ده. قول له اوكي ابلاي اوكي ابلاي اوكي وقول له انساين وساين. ايه اللي حصل؟ قدر يوصل له. يبقى فهمت بقى قصه البرشيرد كي؟ يبقى البرشيرد كي ايه؟ كلمه بس هي اقلهم سكيورتي. ليه بقى؟ لان لو اي واحد قاعد على السيرفر ده وصل له قدر يوصل له في اي مكان ودخل على الميثود هيلاقي هو البرشيرد كي اسمها محمود. يعني لا بس ممكن واحد مثلا ايه يجي بدل ما يخش واحد يقول له ايه طب اكتب برشيرد كي طب اكتب مش عارف ايه غير لما تتاكد ان هو كيربروس. اصل بالبرشيرد كي كده يبقى انا كده مش محتاج ان انا اعمل اوزنتيكيشن قبل ما اخش، انما بالكيربروس يبقى انا لازم اكون داخل بيوزر نيم وباسورد موجودين جوه الاكتف دايركتوري بتاعي. اما ببرشيرد كي ده لو واحد جاي لي من ورك جروب هيعرف يفتح اللي عليا. فهمت؟ سهلة الاي بي سيك ولا فيها مشكلة؟ سهلة؟ طيب ازاي بقى نعمل انيبولد بقى للاي بي سيك؟ عن طريق جروب بوليسي. مش احنا اتفقنا ان هي بتتعمل عن طريق جروب بوليسي؟ ازاي بقى تعملها عن طريق جروب بوليسي؟ سهل، نفس الخطوات بالظبط بس عن طريق ان انت بتطبقها على مكان. يعني انا لو جيت هنا دلوقتي مثلا كده جوه الاكتف دايركتوري بتاعي وجيت رحت واقف عليه كده وقلت له انا عايز اعمل لك نيو او يو سيرفرز، تمام كده؟ واجي هنا احنا اتفقنا مع بعض البوليسي بتطبق على 3 ليفل، يا اما سايت يا اما دومين يا اما او يو. اجي اخش في الجروب بوليسي مانجمنت كونسول هلاقي الاويو اللي اسمها سيرفرز، هبدا اقول له انا عايز اكريت لك جروب بوليسي ولينك ايتير اسمها اي بي سيك، اخش جواها وادت. الحته دي بتاعت يوزر كونفيجريشن ولا كمبيوتر كونفيجريشن؟ كمبيوتر كونفيجريشن. هتخش بوليسز ويندوز سيتنج سيكيورتي سيتنج هتلاقي اي بي سيكيورتي بوليسي. ها هتيجي تقف هتلاقي هو باي ديفولت عامل لك ثلاثه رول اهو كلهم ديسيبلد. حلو، تيجي تقف كده وتقول له انا عايز اكريت لك نيو اي بي سيك. يبقى دي اول حاجه انا بعمل بوليسي اهو. نيكست اسمها ايه؟ هتسميها اي اسم، اسمها تيست بيسك. كل واحده من دول بتقفل ترافيك معين، اول ترافيك اول اي بي فلتر ترافيك، ممكن تشغلها وخلاص على كل حاجه على كل البورتات. انما انا بتكلم لو حلو كده هتبدا ان انت تقول له نيكست فينيش. كده انا عملت ايه؟ الله يفتح عليك. كده انا عملت البوليسي صح. هخش في الرول، ادي الرول مش نفس الخطوات بالظبط كده، سبيسيفاي تانل ولا دونت سبيسيفاي تانل؟ ها طب قول نتورك كونكشنز نيكست. طب انت عايز ايه؟ اول اي سي ام بي ولا اول اي بي ترافيك؟ طب دول فين دول؟ اللي هم دول الاثنين الموجودين دول باي ديفولت. لا انا عايز اد واحده جديده اسمها ايه؟ اسمها مثلا اف تي بي، برضو نفس القصه الديسكريبشن. لو كان السورس اي بي ماي اي بي رايح لاني اي بي بالبورت الفلاني تي سي بي جاي لي فروم اي اي بي رايح على بورت 21 فينش. ها كده الفلتر نيكست. طب انت عايز ايه بقى؟ بيرميت. هنا كلمه بيرميت وريكويست وريكواير بمعنى ايه؟ بمعنى نيجيشيت وبلوك وبرميت معناها ايه؟ لما تيجي تاد كده في برميت توقف على برميت كده
وتقول له edit معناها كلمة permit معناها permit. ملهاش لازمة. ها request اللي هي تنجشيت، يعني لما تيجي هنا كده وتقول له request هيقول لك نجشيش نجشيت. لا ليه اهو ومعلم لك على ايه الاثنين تشيك بوكس اللي تحت اهو، شايف؟ طب ما انت لما تقول له بقى ريكواير وتقول له ايديت هتبص تلاقيه بينيجيشيت بس ايه من غير دي. في بقى حاجه اسمها بيرفكت فورورد سكيورد، ده بيرشيرد كي، بتبدا ان حضرتك لما تعلم على التشيك بوكس ده بيبدا ان السيرفر بتاعك بيعمل لنفسه بيرشيرد كي، بيعمل لنفسه ايه بيرشيرد كي، ولما يجي حد يكلمه ويقول له انت بتفهم الاي بي سيك، يقول له انا بفهم الاي بي سيك، يقوم مديله البرشيرد كي ومدخله معايا كده. دي زياده سيك، لازم الحد ده يكون فاهم اي بي سيك، يكون فاهم اي بي سيك ولا يكون اصلا موجود عندي في الاكتف دايركتوري. ما هو لو انا قايل له كيربروس كده او كده لازم يكون موجود عندي في الاكتف دايركتوري، خلاص. لو انا مديله برشيرد كي مش شرط ان هو يكون موجود عندي في الاكتف دايركتوري، بس لما باجي اكلمه بكلمه ازاي؟ بقول له انت بتفهم اي بي سيك، يقول لي انا بفهم اي بي سيك، او مدي له كلمه السر اللي هي البرشيرد كي اللي انا عملتها. مش شرط. نفس الفكره بالظبط. السيرفر بيطلع لنفسه شفره برشيرد كي، لما تيجي انت تكلمه لما تيجي، ده كونسبت اصلا معروف يعني، هو ما حدش بيشغله بس هو كونسبت معروف، بيبدا ان هو يعمل ايه لما انت تيجي تشيره، هو مش بتاع مايكروسوفت يعني. البرفكت فورورد سكيورد ده ايه؟ لا ما هو ده بعد ما نعدي كل الخطوات، يعني لو هو شغال بالكيربروس هيروح يعمل اوزنتيكيت ويعمل كل حاجه، دي خطوه زياده. يا ابني ما انا لو شغال، لو انا حاطط له برشيرد كي، يعني انا لو قلت له الاوزنتيكيشن ميثود هنا، لما اقول له نيكست هنا واقول له الاوزنتيكيشن ميثود برشيرد كي، بعد ما يكتب لي الاتشات دي، دي خطوه تيجي بعديها، يعني دي حاجه زياده. او يشتغل مع الكيربوس، ما بيشتغلش لوحده، لا يعني ما ينفعش ده تشغله لوحده، دي خطوه زياده. بتعمل ايه وظيفه الخطوه دي؟ ايه ان هو لما يجي يعني ده كونسبت معروف، لو انت سرشيت عليه هتلاقيه بيقول لك كده، يعني لما بتيجي تعمل اوزنتيكيشن بيجي بعد ما تخلص كل حاجتك والكلام ده يقول لك خد الشفره دي كلمني بيها عشان تكلم الابلكيشن بيها. بعد ما تطلع تكلم الابلكيشن، الابلكيشن نفسه يسالك على البيرفكت فوروردر سكيورد، الابلكيشن نفسه يسالك عن الشفره دي، لو لقاك فعلا فاهم الشفره دي بيفتح لك الابلكيشن. بعد ما انت ما تقفل بقى يقوم هو على طول مغير البرشيرد كي، يعني بيغير البرشيرد كي مع كل كلاينت يوزنتيكيت عليه. ايه السيرفر؟ مش البرشيرد كي دي، مش اللي هي في الخطوه دي، البرشيرد كي البيرفكت فورورد بتعملها، اللي البي اف اس بتعملها. وصل لكم؟ يعني من الاخر انا بعد ما بتاكد ان الكلاينت فاهم الاي بي سيك والكلاينت فاهم الكيربروس والكلاينت تمام وزي الفل، قبل ما اكلمه اقول له خد يا عم الباسورد دي، هيسالوك عنها فوق، ده كل ده بيتم في الباك جراوند. لما يطلع فوق هيسالوه على الباسورد، هيأوزنتيكيت، هيفتحوا له الويب سايت، يتشال الكلاينت ده يقفل، هيقوم السيرفر لوحده متفق مع الابلكيشن على باسورد جديده. طب وظيفتها ايه القصه دي، او ايه لازمتها القصه دي؟ لازمتها ان السيرفر او الابلكيشن اللي انا عايز افتح عليه الترافيك بتاعي يتاكد ان فعلا الاي بي سيك هو اللي معدي الكلاينت ده. وظيفتها ان الابلكيشن يتاكد ان الاي بي سيك هو اللي معدي الكلاينت، مش طول عملت هاك او ضربت الاي بي سيك. ما انت خلي بالك انت ممكن طول تضرب اي انتي فايروس وتعدي،
ما في فيروس بيعدي من الانتي فيروس ازاي ما شافوش يعني؟ ما شافوش. انت ممكن تعمل انكريبتد للترافيك بحيث ان الاي بي سيك يعديك. لا، ما هو الاي بي سيك هو اللي بيديهوله بقى. عداه هو كده، هو ما شافوش، عداه فما ادالهوش. يا عم الحاج انا هديهالك بمثال. انا دلوقتي في الشقة هنا، وتحت عند العمارة قايل البواب اللي يطلع قوله كلمة السر عشان انا افتح له. حلو كده؟ من غير كلمة السر انا مش هفتح له. وانت ما تعديش حد غير لما تتأكد من هويته، يشوف البطاقة والكلام ده. فدخل شلبي ودخل مش عارف مين ومين ومين، رحت انت مستخبي في وسطهم ورحت معدي بأي طريقة. الطول دي لما بتبقى بتهاك ممكن تبقى انكريبتد، الاي بي سيك يخفى عليه ومعديها. عدتها انت كده دخلت العمارة ولا لا؟ حلو كده. لما تيجي بقى تخبط على باب الشقة اقول لك قول لي الباسورد، ما لقيتش الباسورد بتاعتك خلاص مش هفتح لك. قدرت توصل وصل معدي من الاي بي سيك بس. وصلت؟ فانت هنا بس بعد ما تقول له مثلا كيربروس وتقول له نيكست فينيش اوكي ابلاي، هتلاقي البوليسي برضو نزلت هنا. تقف عليها برضو وتقول له ايه انساين او ساين. وطبعا بقى ايه لازم تيجي هنا وتحط السيرفرات في الاو اللي اسمها سيرفرز علشان خاطر هي تبدا تشتغل معاك. ما انا عامل اويو اسمها سيرفرز، فلازم تكون الاجهزه فيها عشان البوليسي متطبقه على سيرفرز دي بس. سهله ولا فيها مشكله؟ لكم سؤال؟ دي قصه الاي بي سيك، مش حاجه يعني، ده بروتوكول شغال. انت ممكن تستخدمه في شغلك، خلي بالك ممكن يبقى عندي سيرفر مش عايز حد ياكسسه غير ناس معينه، ولا حتى يبنجوا عليه ولا اي حاجه، فبعمل عليه اول ترافيك وانا بقى عندي على الجهاز بتاعي مشغل الاي بي سيك.